السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم وأزواجه أمهاتهم. وحديثنا عن أم المساكين. أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الهلالية، هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تلقب بهذا اللقب أم المساكين لكثرة نفقتها واعتنائها بالمساكين رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين زينب لم تدم عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، إذ بعد أن تزوجها صلى الله عليه وسلم توفيت بعد شهرين أو ثلاثة من زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي وخديجة رضي الله عنهما توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عشنا بعده. فزينب بنت خزيمة ما عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهر ثلاثة، ولكن شرفها الله تبارك وتعالى بأن صارت أما للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حشرنا الله وإياكم معها في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.